الأول سيد كاسبرجاك مقابلة ليبيريا في أكرا، خاصة أن الليبيريين كانوا ناويين باش يعملوا حاجة في هذه التصفيات. أظن أن أحسن مقابلة خذناها في التصفيات، اللاعبين تبقوا كما يلزم التعليمات وكانوا منضبطين لأقصى حد، وكذلك ما ننساوش عامل التشويق. فقبل نهاية المقابلة كنا راضيين بالتعادل، ولكن ثلاثة دقائق قبل نهايتها سجلنا هدف الانتصار. في بعض الأحيان خفنا برشا، خاصة لما وجد ويا نفسه وجه لوجه مع الحارس الزيتوني، لكن حارسنا أنقذ مرمانا من هدف محقق. إنها مقابلة ستبقى في ذاكرتي لأن هي اللي وضعتنا في طريق الترشح وخلاتنا ننظر لبقية المقابلات بتفاؤل كبير. أولاد الفريق القومي، أولاد الفريق القومي، رفعها رايد البلاد يا تبارك الله.